وبادر الطريق بزياد أسسوها مجموعة من الشباب المغاربة اللي فتحوا مرصد سياسي من أجل دراسة مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية. في هذا الوقت تم إغلاق مرصد السياسي، هنا كنقدم لكم أهم المعلومات حول الأحزاب السياسية اللي درسنا. اخترنا 8 الأحزاب السياسية اللي عندها أكثر من 10 ممثلين في الغرف البرلمانية الأولى، واللي بذلك كتمثل 24% من البرلمان المغربي. في هذا الشريط نقدم لكم حزب الاستقلال، الرمز ديالو هو الميزان. حزب الاستقلال تم تأسيسه سنة 1944 على أيدي أحمد بن الفرج وكل موقعي بيان الاستقلال. الأمين العام للحزب هو عباس الفاسي، عمر ديالو 71 سنة، وهو أمين عام منذ سنة 1998. هذا الحزب تقدم رأسه كحزب محافظ ووطني، كيتوفر على 300 ألف منخرط، معدل السنوي 55.2 سنة. رئيس الشبيبة الاستقلالية هو عبد القادر كيحل، 39 سنة. هذا الحزب كان في الحكومة مدة 28 سنة، ما بين 1956 و 1963، 1977 و 1985، 1998 و 2011. كان في المعارضة ما بين 1963 و 1977، 1985 و 1998. حزب الاستقلال عنده مجموعة ديال التواريخ الأساسية، اللي هي 1944 تم نشأة الحزب، 1956 نشأة الشبيبة، 1996 تم انتخاب عباس الفاسي. حزب كيتوفر على 52 ممثل في الغرفة البرلمانية الأولى، اللي كيجعلو أول حزب بنسبة 16% بين 2007 و 2011، وهو كيتوفر على جزيرة العالم وجزيرة لوبينيون من أجل التواصل مع المواطن، وكيتوفر على جوج ديال المواقع، الأول هو www.partiestiklal.org والثاني هو www.mizan.tv. الموقع الأول فهو غير متطور ولم يتم تجديده منذ 2008، وبالنسبة للموقع الثاني يلاه تم افتتاحه في نوفمبر 2011. أهم شخصيات حزب الاستقلال هو كريم غلاب 46 سنة وزير النقل والتجهيز، نزار بركة 47 سنة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، ياسمين بدو 46 عام وزيرة الصحة، أحمد توفيق حجيرة 52 سنة وزير الإسكان والتعمير، عبد الحميد شباط 58 سنة عمدة مدينة فاس. بالنسبة للحكامة الداخلية للحزب، تاريخ وإيديولوجية الحزب، فهو حزب تاريخي محافظ ساهم في تحقيق الاستقلال، حزب مرتبط بالقيم الإسلامية، كيعطي أهمية كبرى لاحترام القدماء. بالنسبة للحكامة الداخلية للحزب، فهو يقوم بانتخاب مباشر وسري، منهجية الديمقراطية ديالو كتحسن أكثر فأكثر، تواجد عائلي قوي وثقل داخلي مهم، أساس نقابي قوي كذلك. حياة الحزب السياسية، فهو كيغطي 90% من التراب الوطني، كيعاني من انعدام هيئة التفكير الاستراتيجي وقيادة وجاذبية ضعيفة، تواصل لا عصري، أجهزة للامتحان الذاتي والتكيف، انعدام لجنة للامتحان الذاتي كيقوم بحصيلة تشريعية لكن دون حصيلة سنوية، تراكم الانتدابات، قدرة على التكيف والإصلاح بطيئة. بالنسبة لفروق الحزب في المكتب السياسي، فهو كيتوفر على 3 أساتذة، 6 محامين، 6 أطر، 3 مهندسين و 3 مقاولين، 3 من ولاية الرباط، 3 من الدار البيضاء، 3 من مراكش و 3 من فاس. كيتوفر على شاب واحد أقل من 40 سنة و 3 نساء. نشكركم على تبعكم هذا الشريط، وكندعوكم تشوفوا بقية الشرائط حول بقية الأحزاب السياسية المغربية.